معظم سكان العالم يربطون مدينة ناكازاكي بحدث واحد وهو الهجوم النووي الذي تعرضت له هيروشيما وناكازاكي، ولكن في الواقع تتميز هذه المدينة بشيء آخر فريد. فيها ميناء يقع بقرب شواطئ الصين، فهي بوابة اليابان إلى العالم الخارجي. وإن نظرنا من جهة أخرى سنجد أنه في القرنين 8 و9 انتشرت الثقافة والتقنيات الصينية عبر هذه المدينة إلى بقية مدن اليابان، وفيما بعد وصلت السفن الأوروبية إلى هذا الميناء تحديداً. عندما انغلقت اليابان عن العالم في عهد إيدو، أصبح ميناء ناكازاكي هو الميناء الوحيد الذي يقصده التجار من البلاد الأخرى لبيع بضائعهم، أي أن النشاط التجاري الخارجي لليابان اقتصر على مدينة ناكازاكي. وإلى يومنا هذا بقيت ناكازاكي تحمل الطابع الغربي كلياً. فهنا مثلا توجد السكة الحديدية الغربية، نعم تسمى هذه سكك حديد غرب اليابان. الأمر لا يتعلق بالجغرافيا فقط بل بالثقافة، فثقافة هذه المدينة تشبه إلى حد كبير ثقافة البلدان الغربية. فمثلا تنتشر الكنائس في المدينة، كما أن معظم السكان هنا يعتنقون المسيحية. وبالرغم من كل ذلك يبقى الأمر الأكثر غرابة قصف الأمريكيين لهذه المدينة. اليوم سنروي لكم الحقائق كما لم يرويها أحد على الإطلاق. سنريكم الوجه الآخر لليابان المشرقة والنابضة بالحياة. هذا هو الوجه المعتم. لا تسمعون؟ لا شيء سوى أصوات الطيور. صمت مطلق في المنطقة. لا يوجد أحد هنا على الإطلاق. ولكن كيف تحولت اليابان من بلد العقارات الأغلى في العالم لبلد الأحياء الفارغة والمنازل المهجورة؟ تخيلوا كيف تغيرت الأوضاع هنا خلال 20 عاماً فقط، في حين أن أسعار الشقق في ناطحات السحاب ترتفع. يا إلهي إنه ينهار. سنتجول معاً في أحياء اليابان الفقيرة، تلك الأحياء التي يتجنب اليابانيون الحديث عنها ويخشون التواجد فيها لدرجة أنها حذفت من سجلات المدن. لم تتوقع رؤية اليابان على هذا النحو. بالحقيقة ينتابني شعور بأنني لست في اليابان. سنصل لجزيرة لينكورا الأسطورية لنكتشف معاً أسرار الماضي بأحداثه المروعة. انظروا إلى الجزيرة، أنها تشبه إلى حد كبير سفينة هائلة الحجم، سفينة مهجورة ومظلمة، جميع نوافذها محطمة وكأنها خرجت من أحد الأفلام، أفلام الأنمي المخيفة. سنزور المدينة التي تعرضت لآخر قصف نووي في العالم وسنتحدث مع الناجين. لقد ألقيت القنبلة هنا من ارتفاع 600 متر. بالطبع لن ننسى كم أن اليابان جميلة ومليئة بالحياة خارج المدن الكبرى. هناك ما يستحق المشاهدة، ستشاهدون اليابان بطريقة مختلفة. تابعوا معنا. العيش في اليابان هو أفضل شيء حدث لي على الإطلاق. أصدقائي، إنها 6:30 صباحاً. نحن ذاهبون إلى جزيرة إيكيشيما، ذلك المكان الذي يخبرنا ويروي الكثير عن النهضة الاقتصادية والصناعية لليابان في القرن 20 وعن الحياة العصرية التي تعيشها اليابان في وقتنا الراهن. أصدقائي، وصلنا إلى مدينة أشباح حقيقية في اليابان. أتسمعون؟ صمت مطبق، لا يوجد أي صوت، لا يوجد أحد هنا إطلاقاً. إنها مدينة مهجورة بالكامل، الأبنية مغطاة بالنباتات. في الحقيقة هذا المكان لا يشبه اليابان على الإطلاق. انظروا إلى هناك،
شوارع وأبنية مهجورة في كل مكان، أبنية كبيرة، كل الأبنية هنا مهجورة بالكامل. تشعر كأنك تسير في إحدى ألعاب نهاية العالم، فعندما تجد نفسك في مكان فارغ ولا حياة به، فلا وجود للسكان هنا على الإطلاق، لا يوجد سوى الأعشاب. هناك أشجار سطعت المنازل، انظروا إلى المبنى هناك مغطى كلياً بالنباتات ويكاد يختفي، والمبنى الآخر أيضاً إنه مغطى بالكامل. هذه جزيرة إيكيشيما تبعد مسافة ساعة عن ناكازاكي وخمسة كيلومترات عن الشاطئ. في التسعينات من القرن الماضي كانت الجزيرة تنبض بالحياة، وكان اقتصاد اليابان يزدهر وأعداد السكان تتزايد، وكانت أسعار العقارات في طوكيو باهظة، فقد وصل سعر القدم الواحد إلى 139,000 دولار، أي أن سعر المتر المربع الواحد بلغ حوالي 1.5 مليون دولار. تخيلوا 1.5 مليون دولار سعر المتر المربع الواحد فقط من المنزل، هذا ما أسميه بالمرحاض الذهبي. ليس غريباً على الإطلاق أن يتدفق اليابانيون إلى تلك الجزر الساحرة، فقد استمر برنامج إعادة التوطين الجماعي في إيكيشيما حتى الثمانينيات. افتتح منجم فحم كبير في الجزيرة، وصل معدل إنتاجه في منتصف الثمانينيات إلى 0.5 مليون طن من الفحم الخام، وبعد ذلك بدأ الإنتاج في الانخفاض، وفي نوفمبر عام 2001 تم إغلاق المنجم. بقي في الجزيرة حوالي 100 شخص فقط، هم عائلات عمال المناجم. إنها المرة الأولى التي أرى فيها نباتات تلتهم أبنية. هذا البناء قد تم التهامه بالفعل، وهذا أيضاً. وهناك نرى بناءً آخر تعمل تلك النباتات على تسلقه تحضيراً لالتهامه وابتلاعه بالكامل. هذه السيارة نمت عليها الأعشاب وغطتها كلياً. البيوت مقفلة، هنا عاش أحدهم، هينزو إيوشي. انظروا، كتب اسمه بحروف لاتينية، ربما كان مدرس لغة إنجليزية. نعم، الأبواب مقفلة بالفعل. انظروا إلى كل تلك المنازل المهجورة هنا، زجاج النوافذ محطم ربما بسبب الرياح، لا توجد أوساخ هنا ولا رسومات على الجدران. بمعنى آخر، لا أحد يأتي إلى هنا لأجل التسكع. لم تتعرض المنازل للسرقة أو النهب. انظروا أصدقائي إلى المبنى هناك، لو تجاهلنا النوافذ المكسورة ولم نكن على علم بأنه مهجور لاعتقدنا أنها فيلا فاخرة. زرعت العرائش على جدرانها لكي تبدو خضراء وتعطي منظراً جميلاً. هذا ما أدعوه الحفاظ على البيئة، عندما لا يوجد أي تأثير بشري ضار وتكون الطبيعة المسيطرة. حسناً يا رفاق، كما تعلمون جميعاً تلك الشائعات عن نهاية العالم هي أمر غير صحيح إطلاقاً. في الواقع ربما يفنى البشر فقط إذا ما قرروا تدمير أنفسهم. الطبيعة لن تفنى، هذه القطط تخرج من كل مكان، النبات يلتهم الأبنية، من حيث المبدأ ستستمر الحياة، ولكن من دوننا. هذه خردة معدنية صدئة، من الغريب أن نرى اليابانيين يشترون المعادن والموارد الأخرى من جميع دول العالم، وهنا لديهم هذه الكتل المعدنية الضخمة والتي تزن أطناناً تركت مكانها لتصدأ. إنه منجم فحم مهجور، منجم كبير جداً.
ما زال بعض السكان يعيشون على هذه الجزيرة، حوالي 100 شخص. هؤلاء هم عمال المناجم وعائلاتهم، ولهذا ما زالت بعض المنازل مأهولة. والأهم من ذلك كله، انظروا كيف يتم تقليم الأشجار هنا. كل شيء مرتب ونظيف حول المنازل المأهولة بالسكان، فقد تتراكم القمامة بالقرب من المباني المهجورة. أما هنا فكل شيء نظيف ومرتب بشكل مثالي، فقد تم الاعتناء بكل شيء هنا. عاشت السيدة ميو طيلة حياتها هنا، تدير مطعماً صغيراً لا يأتي إليه أحد إطلاقاً، وبدلاً من إغلاقه تقوم ميو بإطعام القطط. انظروا كم هي شقية، إنها في كل مكان. يوجد الكثير من القطط، تجاوزت أعدادها أعداد البشر هنا. أصبحت القطط برية، إنها لا تقترب. تجري الأمور هنا كباقي مناطق اليابان. انظروا للمرآة المثبتة على العمود، فقد تم وضعها هنا عند تقاطع الطريق لكي يرى السائقون بعضهم البعض. يا رفاق، في هذه المدينة المهجورة تم وضع عمود وتم تثبيت مرآة في أعلاه لتجنب حوادث السير رغم انعدام السيارات. هل فهمتم؟ لا أحد يعيش هنا منذ مدة طويلة، ومع ذلك يتم الحفاظ على البنية التحتية بشكل مدهش. حسناً، انظروا، نرى هنا عموداً قديماً نستطيع رؤية كمية الصدى عليه، وهنا عمود جديد. لقد وضع هذا العمود الجديد لأن أحداً ما يعيش هنا. لو عاش هنا 10 أشخاص أو شخص واحد فقط، سوف يضعون له عموداً وسيضعون له مرآة أيضاً حتى لا يتعرض لحادث سير. إنه أمر لا يصدق أبداً. تبدو المنازل كأنها جديدة، كأنها بنيت حديثاً، ولكن إذا نظرتم عن قرب ستجدون بعض الشرفات المتصدعة. لا توجد ستائر، بعض النوافذ مكسورة، وهناك أيضاً ملابس معلقة على شرفة المنزل. ظننت للوهلة الأولى أنه مأهول، ولكن بعد التأكد علمت أن تلك الملابس القديمة علقت في 70s أو 80s من القرن الماضي. من الواضح أن هذا الرجل يعيش بمفرده هنا، فبقية النوافذ إما مغلقة أو مكسورة. وبما أنه يعيش هنا، حتى أنه كان بمفرده، فقد تم توصيل الكهرباء له. كما ترون يا رفاق، تم تركيب أعمدة كهرباء جديدة، نعم، وذلك حتى لا يشعر أي أحد في جزيرة إيكيشيما بأنه شخص منبوذ، وكي لا يكون مستوى معيشته أقل جودة من مستوى معيشة أي ياباني. يتم إصلاح الطرق في إيكيشيما وتوصيل الإنترنت لأجل 200 من قاطني الجزيرة. تصل إلى الميناء عبارة كبيرة مرتان يومياً ليتمكن السكان من مغادرة الجزيرة أو القدوم بسياراتهم. توجد تشكيلة واسعة من البضائع والمأكولات لمحبي التسوق في إيكيشيما. هنا رقائق البطاطا والبسكويت، وهنا أصناف من الحلوى ب190 يناً. وبالطبع لدينا أيضاً أنواع مختلفة من المعكرونة وبعض الأطعمة سريعة التحضير ب190 يناً، وبعض الأحذية الرائعة. من منكم يرتديه؟ إنها تلبس في الشتاء ومتوفرة في إيكيشيما. وبالطبع الكحوليات، فمن دونها المعيشة هنا صعبة. حسناً أصدقائي، إذا كنتم تعتقدون أن العقارات في اليابان غالية، فأهلاً بكم في الجنوب الياباني. إنها جزيرة إيكيشيما السياحية، يمكنكم هنا بناء المنتجعات ودعوة السياح. لدينا منازل وشقق وقرى سياحية، معظمها متوفر على مدار العام. جميع الممتلكات هنا تحت تصرفكم، والقطاع الخاص أسعاره منافسة أيضاً، حتى إنها تكاد تكون شبه مجانية. تعالوا إلى هنا، ستعيشون أجواء جميلة، كما يمكنكم السباحة والاسترخاء على الشاطئ أيضاً. في الحقيقة اليابان مليئة بالأماكن المهجورة كهذه المنطقة.
في الماضي لم تقتصر تلك الأماكن على المدن الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 1,000 أو 2,000 نسمة، بل انتشرت هذه الظاهرة لتطال مدنا أكبر بعدد سكان وصل إلى 100,000 نسمة. بعد قليل سوف نذهب معا في جولة لنشاهد قصور النخبة في أحياء المدن اليابانية الراقية. لن تصدق ما سترونه. يا إلهي، ما الذي حدث؟ سينهار بالفعل. هيا هيا لنخرج. أوه. هذا الشارع الكبير في مدينة ناكازاكي يطلق عليه اسم المرتفع الهولندي. بعد انفتاح اليابان على العالم في القرن 19 تقريباً، بدأ التجار الأجانب في المجيء والعيش هنا. في هذا المكان بالتحديد كانت الأغلبية من الهولنديين، بالإضافة إلى جنسيات أخرى كالألماني والإنجليزي والروس وغيرهم. ولكن بقي اليابانيون يسمون الأجانب هنا هولنديين. في هذا المكان نرى اندماج الثقافات، إنه واضح جداً في تلك المنازل. تعد مدينة هيروشيما وناكازاكي من أكثر المدن اليابانية شهرة في العالم إلى جانب طوكيو. أما بالنسبة إلى اليابانيين أنفسهم، فلمدينة ناكازاكي رمزية خاصة، ليس فقط بسبب الهجوم النووي الذي حدث. لقد كانت مدينة مسيحية. ناكازاكي هي مدينة مسيحية. نعم، قام إتشينوسي بتعريفنا إلى المدينة. عاش هذا الشاب حياة غير اعتيادية بالنسبة إلى اليابانيين. لقد ولدت ونشأت هنا، وعندما بلغت 18 غادرت اليابان. عشت في روسيا لفترة قصيرة، ثم استقريت في هولندا. لقد عدت إلى هنا لأن والداي كبرا في السن وهما بحاجة إلي. كان هذا منذ 3 سنوات. هذا ما فعلته، وها أنا ذا أعيش هنا. على الرغم من أن الغالبية العظمى من اليابانيين لا يسافرون خارج البلاد، يوجد حوالي 1/3 من بين أولئك الذين عاشوا في الخارج لا يرغبون في مغادرة اليابان. سمعت بأن اليابانيين لا يحبون السفر ولا يرغبون بتعلم اللغات الأجنبية. صحيح، كما ترى الحياة في اليابان تناسبنا جداً، لذلك تجد أغلب اليابانيين لا يملكون جوازات سفر. أعتقد أن نسبتهم تفوق 30% تقريباً، بل أكثر من هذا على ما أعتقد. ولكن ناكازاكي كانت دائماً المدينة اليابانية الأكثر انفتاحاً على العالم. عرفنا إنشونيسي على صديقته فالنتينا إيدينو التي جاءت من إيطاليا منذ عدة سنوات وهي تعمل في متحف محلي في المدينة. كان آمورا سوميت آدا أثرى إقصاعياً في اليابان وأحد أشهر مقاتلي الساموراي، وبعد اعتناقه الديانة المسيحية أصبح أول ساموراي مسيحي. بعد ذلك أصبحت ناكازاكي مدينة مسيحية. حينها كان البرتغاليين يصلون الجزيرة بسفنهم التجارية ومعهم بعض المبشرين وخاصة أولئك اليسوعيين. ثم بدأت الكنائس بالظهور في أماكن مختلفة من المدينة، أي أصبح هناك عدد كبير من الكنائس. ما السبب الذي دعاه الاعتناق المسيحية؟ أعني لماذا كان عليه فعل ذلك؟ بالتأكيد جلب البرتغاليون الأسلحة النارية معهم. كان هذا أول شيء أحضروه عند وصولهم اليابان. في ذلك الوقت كانت اليابان تعيش فترة حروب الساموراي، أي أنه لم تكن هناك يابان موحدة. كان العديد من مالكي الأراضي والإقطاعيين الأثرياء يشنون الحروب على بعضهم بشكل دائم ومن أجل توسيع نفوذهم. كان الحصول على سلاح ناري ميزة كبيرة ومهمة، أي اعتنق مقاتلو الساموراي المسيحية من أجل الحصول على امتيازات ومكاسب من التجارة مع البرتغاليين. أجل، لقد قاموا بفعل ذلك. لم تبقى ناكازاكي مركزاً للتجارة فحسب، بل أصبحت مركزاً للبحث العلمي، ويعود السبب في ذلك إلى تأثر السكان المحليين بالصينيين والأوروبيين. هذا هو أول كتاب أوروبي مترجم إلى اللغة اليابانية. كما ترى هنا إنه مرجع طبي في علم التشريح.
تعد ناكازاكي أول مدينة يابانية تصل إليها شبكة التلغراف الدولية، تم ربطها بمركزي شانغهاي وفلاديفوستوك. المثير للاهتمام أن مركزي الاتصال الوحيدين آنذاك كانا فلاديفوستوك في روسيا وشانغهاي في الصين. نعم، لقد تم وصل هذه المراكز مع بعضها. قامت شركة هولندية بتنفيذ تلك الأعمال. في ناكازاكي من باب الفضول فقط، ما هو متوسط الرواتب؟ كم تكسبون هنا؟ أخبرني هيا، كم؟ في هذه الأيام يمكنك العيش بشكل مريح هنا $1,000 شهرياً، لا تحتاج أكثر من هذا. $1,000 في الشهر؟ أجل، بالطبع ليس مبلغاً كبيراً، هذا بعد اقتطاع الضرائب وما إلى ذلك. نعم، تقصد الدخل الصافي. صحيح، إنه وسطياً هكذا. وما هي تكلفة استئجار شقة هنا؟ أخبرني، كم تقريباً؟ $300 إلى $400 تقريباً. $300 إلى $400 مع فواتير الكهرباء؟ لا، بدون فواتير الكهرباء، إنها لا تضمها. وكم تبلغ فاتورة الكهرباء للشخص الواحد؟ $50. $50؟ الأسعار ترتفع الآن. أها، حسناً، بما أنك محلي، هل سكان ناكازاكي هم أكثر انفتاحاً على الأجانب من بقية سكان اليابان؟ في الحقيقة لا أدري إذا كان هذا صحيحاً، ولكن على ما أظن قبل 40 عاماً تقريباً كان هناك العديد من هؤلاء الناجين. طبعاً الناجين من الهجوم النووي؟ أجل حسناً، يطلق على الناجين من الهجوم النووي في اليابان اسم الهيباكوتزا. لن تصدقوا أن بعض الهيباكوتزا نجوا من الكارثة النووية مرتين، وأشهرهم تسوتومو ياماغوتشي في 6 أغسطس عام 1945، كان في رحلة عمل إلى هيروشيما عندما وقع انفجار نووي. كان ياماغوتشي على بعد 3 كيلومترات عن مركز الانفجار، أحاطت به السحابة النووية، فتمزقت طبلة أذنه واحترق وجهه، لكنه نجا، وفي اليوم التالي ذهب إلى مدينته ناكازاكي. هناك خضع للعلاج ثم أعيد إلى عمله. في 9 أغسطس خرج إلى العمل، وبعد ساعات قليلة وقع الانفجار النووي الثاني على بعد 3 كيلومترات منه، وكان هذا الانفجار الثاني في حياته. وعلى الرغم من هذا تمكن من النجاة للمرة الثانية. توفي عام 2010 عن عمر ناهز 93، حيث أمضى ياماغوتشي بقية حياته في محاربة التجارب النووية. ها هو يبكي متذكراً هذين اليومين العصيبين. لقد كان لديهم رغبة حقيقية في السلام. وأذكر أيضاً أن معلمتي في المدرسة كان عمرها 60 عاماً. نعم، أذكر أنها جلست وتكلمت معنا ثم بدأت بالبكاء. في الحقيقة لا أذكر ما الذي قالته، لا أتذكر كلامها بالحرف الواحد، لكنني ما زلت أذكر بكاءها جيداً. كان عمري 6 سنوات حينها، وبعد ذلك اجتمعنا في حديقة المدرسة، وجاء المدير وكان أكبر سناً منها، وبدأ بالتحدث معنا، ثم بكى أيضاً هو الآخر. لذلك تولد لدينا شعور، إنه شعور غريب جداً، يجب علينا القيام بشيء ما. لا مزيد من الحروب؟ نعم. ولا واحدة؟ أجل، الحرب مأساة فظيعة. لقد كان ذلك جزءاً من نظام السلام التعليمي للعالم. نعم، أظن ذلك. المثير للاهتمام،
الاتحاد السوفيتي لم يقصف بالقنابل النووية، ومع ذلك نشأ الأطفال السوفيت على شعار السلام للعالم. تعلمنا هذا الأمر منذ طفولتنا، السلام للعالم، السلام للعالم أجمع. كانت تلك الملصقات تعلق في كل مكان. أصبح ذلك الأمر جزءاً من ثقافتنا ومن ثقافة الاتحاد السوفيتي. نعم، المكان الذي تعرض للقصف النووي الأمريكي في ناكازاكي أصبح الآن حديقة السلام. انفجرت القنبلة هنا، ألقيت من ارتفاع 600 متر. تظهر اللقطات المأخوذة من إحدى الطائرات الأمريكية المقاتلة انفجاراً نووياً يتزايد بشكل تدريجي. أدى هذا القصف النووي إلى مقتل 150 جندياً يابانياً، ومن وجهة نظر عسكرية لم يحدث هذا فرقاً، لم يحدث فرقاً كبيراً من ناحية الخسائر البشرية. فقد شكل المدنيون الغالبية العظمى من الضحايا، وهنا على هذا النصب التذكاري تم تسجيل عددهم 192,310 أشخاص، ذلك بحسب بيانات عام 2020. أظن أنه في الدقائق الأولى وحتى في الثواني الأولى للانفجار مات حوالي 35,000 شخص، والبقية أي الأغلبية ماتوا فيما بعد بسبب التعرض للإشعاع. في الواقع لم يدرك اليابانيون وقتها حقيقة القنبلة التي ألقيت ضمن نطاق بلغ نصف قطره حوالي 600 إلى 650 متراً. حدثت أضرار هائلة. جاء سكان المناطق المجاورة وأزالوا الأنقاض وبحثوا عن الجرحى وحاولوا إعادة الحياة للمكان مجدداً. لم يعملوا آنذاك، إنهم جاءوا إلى مكان خطير ومشع نووياً. في الحقيقة لقد عرفنا الكثير عن أعراض الإشعاع بفضل الممثلة اليابانية الشهيرة ميدوري ناكا. في ذلك الوقت كانت تصور في مدينة ناكازاكي. إنها لم تنسى ما حدث في 9 أغسطس عام 45. في 11 تماماً ذهبت لإعداد الإفطار. كما تتذكر كانت ترتدي معطفاً أحمر وتضع وشاحاً على رأسها، و بعد دقيقتين حسناً لم تكن هي من حددت هذا التوقيت، لكن هذا ما حصل بالفعل. في 11:12 حدث انفجار هائل، فقدت وعيها. وعندما استيقظت كان الظلام يلف المكان. بدأت تتحسس جسدها وأدركت أنها لم تتعرض لإصابة. كانت ترقد على أنقاض المنزل الذي عاشت فيه. تحسست جسدها مرة أخرى فأدركت أنها عارية. كانت ترتدي ملابسها الداخلية فقط. قفزت من تحت الأنقاض وركضت إلى النهر وقفزت فيه، وبعد بضع مئات من الأمتار عثر عليها الجيش. وبسبب شهرة الممثلة الواسعة قاموا بإرسالها على متن قطار إلى طوكيو، وتمكنت من مغادرة المدينة المشعة. وهناك في طوكيو قام الطبيب بفحصها وقال أنها لم تصب بأي أذى، مجرد خدش صغير فقط. حالة ميدوري ناكا الصحية كانت تتدهور يوما بعد يوم، وبدأ شعرها بالتساقط، ثم تغير لون بشرتها. وفي اليوم 15 قالت إنها تشعر بتحسن مفاجئ وأرادت الخروج من المستشفى، وبعد ساعات قليلة توفيت. في 24 أغسطس عام 45 عدت ميدوري ناكا الضحية الأولى للتلوث الإشعاعي. كما ترون هذه هي آخر مدينة مأهولة قصفت بالقنابل النووية. كم أود أن تبقى الأخيرة إلى الأبد. هذه أمنية الملايين من الأشخاص. وقع سكان مدينة ناكازاكي ضحية الكارثة النووية عن طريق الصدفة، حيث حلقت الطائرة الأمريكية فوق كوكورا لقصفها. ولكن الجو كان غائماً هناك فاختاروا هدفاً ثانياً. تعد الرحلة إلى موقع الانفجار النووي جزءاً إلزامياً في المناهج الدراسية اليابانية. ما زال هذا المكان يخزن الإشعاع حتى الآن. انظروا، يظهر هنا 0.22. سنحاول مرة أخرى. وصل إلى 0.25. دعونا نبتعد. ستتغير الأرقام حالاً. ها قد بدأت بالازدياد، ذلك لأنني اقتربت من مركز الانفجار. 0.28، 0.31. أجل، كلما اقتربنا من مركز الانفجار ازداد مستوى الإشعاع. 0.34 يرتفع أكثر، إنه يرتفع أمام أعيننا. 0.37، هذا العمود يخزن أكبر قدر من الإشعاع. أعتقد بأن العمود وضع هنا كنصب تذكاري بعد الانفجار. وكما يبدو فإن بعض الحجارة الموجودة في هذا النصب أخذت من الحطام الناتج عن الانفجار النووي وأحضرت إلى هنا لتبقى في مكان واحد.
يبلغ مستوى الإشعاع في مدينة ناكازاكي 0.05، أي فقط 0.05%. وهنا يا رفاق، يبلغ الإشعاع 0.50 بالفعل. مستوى الإشعاع هنا أكثر بعشر مرات، أصبح 0.55، أي أكثر بعشر مرات من الأماكن الأخرى. هذا العمود 0.57 يخزن أكبر قدر من الإشعاع. الإشعاع هنا فعال. 0.6، مستوى الإشعاع هنا لا يعد قاتلاً ولا يقترب حتى من مستوى الإشعاع القاتل، ولكنه يعتبر مرتفعاً عن مستوى الإشعاع المسموح به. دعونا نبتعد عن المنطقة، ما زال الإشعاع مرتفعاً، إنه 0.36، ليس مؤشراً خطيراً. الآن بدأ بالهبوط. 0.33، 0.32، 0.31. مستوى الإشعاع يتناقص مباشرة أمام أعيننا كلما ابتعدنا عن مركز الانفجار. ينخفض مستوى الإشعاع بالتدريج. 0.28. تقع الكنيسة هناك، كانت واحدة من أكبر الكنائس في اليابان قبل حدوث الانفجار، لكنها دمرت بالكامل. أراد سكان ناكازاكي الاحتفاظ بحطام هذه الكنيسة مثل قبة هيروشيما الشهيرة. أما هنا فكنيسة، ولكن ذات يوم في الخمسينيات أو الستينيات من القرن الماضي، تمت دعوة عمدة ناكازاكي إلى الولايات المتحدة، وعندما عاد من هناك كان قد غير رأيه. كان هذا غريباً. أفهمتني؟ لكي لا تصبح الكنيسة رمزاً للدمار النووي. أجل. رائع. أجل. هذا المبنى الجديد، أليس كذلك؟ نعم، إنه نفس المبنى، أعيد بناؤه مرتين بعد الحرب. نعم، هذا ما حصل. رائع. بالتأكيد لو بقي المبنى على حاله هكذا، فستصبح الكنيسة رمزاً هاماً للدمار. نعم. الذي تسبب به القصف، قصف الكنائس المسيحية. أفهم ذلك، أفهم الآن لماذا يريد الأمريكيون تركها كما كانت. فهمت. نعم. جاء الناس إلى هذا النهر لشرب الماء، فشربوا ثم ماتوا. المكان جميل الآن والماء نظيف، ولكن حينها لم يكن هناك سوى تلال من الجثث. ميزوكي سان، واحدة من الناجين من القصف النووي، كان منزلها يقع في القسم الآخر من المدينة على بعد عدة كيلومترات من مركز الانفجار. كان ذلك السبب في بقائها على قيد الحياة، على الرغم من أنها كانت مجرد طفلة. كانت عائلتنا مكونة من 8 أفراد. ذهب والدي إلى الحرب، وبقينا نحن 6 في البيت مع والدتنا. في 9 أغسطس 1945 تم قصف ناكازاكي بقنبلة نووية. كانت صفارات الإنذار تدوي منذ الصباح، لكنها توقفت فتنفسنا الصعداء. أخذت أمي طفلها البالغة من العمر 1.5 سنة وذهبت لرؤية جدنا. بقينا 4 أخوة وأخوة في المنزل، وقررنا تناول الإفطار بسرعة. وفجأة حدث انفجار، وعلى الفور تطاير الحطام وكان شبيهاً بالرماد الكثيف. وعندما بدأ الحطام بالتساقط، لم نعلم إلى أين سنذهب لنختبئ. كان الطعام قليلاً حينها، وكان أهم شيء بالنسبة إلي هو تناول الإفطار. فأنا اعتدت دائماً أن أصحى من نومي وأتناول فطوري صباحاً. هذه عادة اعتدتها منذ صغري، ولا أستطيع التخلي عنها بهذه السهولة. توفي والدي بمرض السرطان،
وماتت أمي بالشيخوخة. جميع أخوتي وأخواتي أصيبوا بالسرطان، وأنا أيضاً أصبت بالسرطان 4 مرات. اختبرت كل ذلك بنفسي. أجل. أخذتنا ميزوكي-سان إلى أحد المدارس التي دمرها الانفجار النووي، والتي توفيت فيها كايوكو ذات 16 عاماً. كانت هناك في الطابق الثالث. لقد قاموا بإصلاح البناء الآن. أترى كيف أصبح؟ أجل. أصبحت كايوكو فيما بعد أحد رموز ضحايا القصف النووي، وتم تسمية مجموعة من أزهار الساكورا التي تنتشر بالقرب من المدرسة على اسمها. تم العثور عليها بعد 3 أسابيع. جاء والدا كايوكو إلى هنا وعثرا أخيراً على جثة ابنتهما. كانت في المدرسة، كانت شبه عارية وملابسها ممزقة. قال والدها: هذه آخر مرة نرى فيها بعضنا البعض. هل تتخيل ذلك؟ أن تبحث عن ابنتك ل3 أسابيع وتجدها ميتة؟ لا أتمنى أن يحصل هذا لأحد. بعد ذلك تذكر الجميع أن كايوكو كانت تحب أزهار الساكورا. انظر كم هي كثيرة. هو جميلة أيضاً. وأصبحت الفتاة سادوكا ساساكي رمزاً لضحايا القصف النووي على هيروشيما. كانت تبلغ من العمر 2 فقط عندما انفجرت القنبلة على بعد 1 كيلومتر من منزلها. طيلة 10 أعوام كانت تعاني من أعراض الإشعاع النووي وتصنع طيور الكرك الورقية. وفقاً للاعتقاد الياباني السائد، إذا صنعت 1000 من هذه الطيور يمكنك حينها طلب أمنية وستتحقق. فقامت بصنع طيور الكرك الورقية من أي قطعة ورق في أوقات فراغها. يقول البعض إنها تمكنت من صنع 644 طيراً. توجد الآن نصب تذكارية لساداكو مع الطيور في اليابان. جميلة، إنها جميلة. انظر كم هي جميلة. كل ذلك لأجلها. نمت 50 شجرة ساكورا هنا، أما الآن كما ترى لم يبقى سوى 6 شجرات منها. تفتحت أزهارها بشكل جميل هذا العام. انظر إليها. أنا متأكدة من أن كايوكو سعيدة الآن. هناك الكثير من البراعم الجميلة. من المعروف أن الرئيس الأمريكي هاري ترومان الذي أعطى الأوامر بقصف هيروشيما وناكازاكي بالأسلحة النووية كان واثقاً أن قراره صائب. لقد قمنا بالمراهنة بأكثر من 2 ملياري دولار على أعظم برنامج علمي في التاريخ، وقد كسبناه. البعض يقول إن الهجوم النووي أنقذ أرواحاً تفوق بعددها أعداداً ضحايا الانفجار نفسه، كما أظهرت بعض الإحصاءات أنه لو اضطر الأمريكيون إلى احتلال الجزر اليابانية الواحدة والأخرى لمات 1 مليون شخص من الأمريكيين واليابانيين. يتجادل النقاد هل القرار الذي اتخذناه صائب أو لا، وهل كان من الضروري استعراض القنابل النووية في اليابان وقتل تلك الأعداد من البشر؟ لقد استعنت بخبرتي أفضل رجل في هذا المجال هنري ستيمسون، وحينها قال إن الشيء الوحيد الذي سيوقف اليابانيين هو أن نظهر لهم قوتنا، وهذا ما فعلناه، وهذا ما أوقف الحرب. أنا لا أكترث لهؤلاء المتذمرين. لست متأكداً من دقة تلك الإحصاءات، ولكن من أجل أن تفهموا مدى صلابة وجدية اليابانيين في هذا القتال عليكم معرفة أمر واحد، هو أن آخر جندياً يابانياً استسلم كان قد استسلم في مارس سنة 1974، أي بعد 3 عقود كاملة من استسلام بلاد الجندي نفسها. نعم بالضبط، هيرو أونودا. انظروا، لقد استطاع الحفاظ على زيه العسكري، والأهم السيف الذي استعرضه بشجاعة قبل استسلامه. والجدير بالذكر أن أونودا لم يجلس في الغابة فحسب، بل قاتل مع فرقته لحماية القطاع الموكل إليه ودافع عنه. تم إصدار فيلم عنه مؤخراً اسمه أونودا 10,000 ليلة في الغابة. يظهر هذا الفيلم صلابة اليابانيين بدقة. تخيلوا معي يا رفاق، الرجل تابع القتال ل28 سنة تقريباً في الغابات، في غابات الجزر الفلبينية دون توقف. طلبوا منه أن يستسلم عبر مكبرات الصوت،
قالوا له إن كل شيء قد انتهى وأن اليابان قد استسلمت وأن الحرب قد انتهت وأن الجميع يعيش بسلام. كانت فترة الستينيات والسبعينيات بدأت، لكنه لم يستسلم. قد تظنون الآن بأنه مقاتل مجنون، لكن لا، فقد كانت أعدادهم كبيرة، توزعوا في الجزر الآسيوية وسط المحيط الهادئ وحاربوا لسنوات. وبعد عقود من انتهاء تلك الحرب ألقوا أسلحتهم الواحدة تلو الآخر. أما هو فقد أصبح مشهوراً لأنه الأخير ولأنه حارب لثلاثة عقود متواصلة. فمن الواضح أن المعركة مع اليابانيين لو أنها حدثت كانت لتصنف صعبة للغاية. فهل هذا يبرر قصف مدينتين بالقنابل النووية؟ لا أعرف حقاً، أنا لا أجرؤ على الحكم. ما رأيكم أنتم؟ أخبروني. بعد 20 عاماً هذا ما قاله مخترع القنبلة النووية روبرت أوبنهايمر عن أول تجربة نووية قامت بها أمريكا. أدركنا الآن أن العالم لن يعود كما كان. لقد ضحك البعض وبكى البعض الآخر، والأغلبية التزمت الصمت. أذكر النص الهندي المقدس من بهاغفارد جيتا، أنا هو الموت، أنا مدمر العوالم. أعتقد بأننا جميعاً شعرنا بذلك بطريقة أو بأخرى. المناظر مذهلة وتزداد جمالاً كلما اقتربنا من بركان أونسين. تشعرون كأن الناس يغوصون في السحاب كلما تقدموا، والسيارات كذلك كأنها تغرق في السحاب، ومن هناك من بين الضباب يخرجون ثانية. شعور لا يوصف، إنه رائع حقاً. يطلق على هذا المكان الواقع في قلب جزيرة كيوشو اسم أونزين أونسن. عموماً أونسن تعني الينابيع الساخنة، وقد يقصد بها الحمامات أو الساونا. هناك عدد كبير منها في اليابان في الشتاء، وعادة تأتي قرود المكاك اليابانية لكي تتدفأ بالمياه الساخنة. تذكروا جيداً أن أصحاب الوشوم لا يسمح لهم بالدخول إلى أغلب أماكن أونسن، فما زالت الوشوم في اليابان تعد رمزاً للياكوزا. ولكن نبع أونزين أونسن يعتبر نبعاً خاصاً، هو بركان البراكين، يطلق عليه في اليابان اسم تيزيغوكو أي الجحيم. إنه حقاً لا يصدق، هذا الضباب يحيط بك من كل جانب فلا ترى شيئاً. إنه يحجب الرؤية حرفياً، لا ترى شيئاً لثلاثة أو أربعة أمتار، وفي لحظة ما تهب الريح فيتبدد الضباب. عندها ترى بعض المنازل بجانبك وتتراءى إليك الجبال والأشجار، ثم يغلفك الضباب مرة أخرى فلا ترى شيئاً، لا شيء. بالكاد أستطيع رؤية الكاميرا أمامي، وهذه المجموعة من السياح يختفون في الضباب. أعتقد أن ما يسمى بالجحيم هو أجمل مكان في اليابان، وليس صدفة أن صنف أول حديقة وطنية في البلاد عام 1934. المكان جميل ومذهل حقاً، لا أصدق أن هذه الطبيعة ظهرت من تلقاء نفسها. انظروا إلى هذه الشجرة، لا تبدو كأي شجرة برية بل تشبه كثيراً البونساي، تم زرعها خصيصاً هنا على هذا الحجر البركاني. كم هي جميلة ورائعة، ولكن في الحقيقة لم يزرعها أحد كباقي الأشجار البرية هنا. أفهم يا رفاق أن اليابان بالنسبة إلى معظم الناس هي في المقام الأول إما طوكيو الصاخبة أو كيوتو معقل الساموراي، ولكن هنا على هذا البركان تدرك أن اليابان بلد متنوع وجميل جداً وخلاب للغاية. تستطيع التجول فيه واكتشاف عوالم جديدة في كل مرة تزوره. انظروا، كل شيء هنا مجهز على الطريقة اليابانية، لا أقصد هذه الممرات أو السور. فعلى سبيل المثال، بالإضافة إلى المقاعد، يوجد هنا مناطق خاصة للتنزه مع مظلة أو بدونها. يعلمون أن الناس سترغب في الجلوس في هذه المنطقة الجميلة بالقرب من أي قطعة أرض جميلة وسط الضباب، حيث يوجد هنا سطح مراقبة خاص مع منصة حتى يتمكن السياح من الوقوف والمشاهدة بشكل مريح. لقد تم التفكير بكل شيء بشكل مثالي حتى يشعر الناس بالسعادة والراحة أثناء وجودهم في هذا المكان. تخيل أنهم يراعون أدق التفاصيل. أساليبهم المبتكرة والحالة المثالية للبنية التحتية تبدو واضحة جداً في جميع أنحاء اليابان، فنادراً ما ترى في المدن اليابانية رصيفاً مكسوراً أو طريقاً محفراً. وللصدفة توجد طاولة مكسورة هناك، ما هذا يا رفاق؟
كنت أثني عليكم للتو. هذا استثناء. هذا المكان نظيف للغاية لدرجة أن الناس يخلعون أحذيتهم عندما يجلسون لتناول الطعام. تفوح رائحة غازات الكبريت اللاذعة والتي تشبه رائحة اللحوم الفاسدة هنا. يوجد طبق تقليدي في منطقة أونسين يجب علينا أن نجربه. أولاً عصير الليمون المحلي يباع هنا فقط، لذلك لا يعتبر هذا إعلاناً. وثانياً لدينا البيض المسلوق. تفضل، ماذا تريد؟ عصير ليمونة وبيضة. زجاجة واحدة؟ نعم. تفضل، وبيضة؟ نعم، بيضة واحدة. بيضة واحدة؟ أجل، لا نبيع بيضة واحدة. أجل، خذ اثنتين. حسناً، بيضتين. لا أعرف من جاء بفكرة تناول البيض على البركان، فالرائحة هنا فظيعة، تشبه رائحة البيض، بل تشبه رائحة البيض الفاسد. إنها حارة، حارة جداً، إنها حارة حقاً كما لو أنها سلقت داخل البركان. أجل، تابعوا. وأخيراً نزعتها. يجب سكب الماء البارد على البيض بعد سلقه لكي يصبح سهل التقشير. لنجربه. إنه بيض مسلوق لا أكثر، إلا أنك تتناوله بمكان تفوح منه نفس الرائحة. والآن عصير الليمون. لذيذ جداً، نسبة السكر قليلة، طعمه حامض، مذاقه الحمضي يشعرني بأنني أشرب مياهاً كبريتية. بشكل عام هذا مكان رائع لبيع البيض الفاسد. إذا أردتم بيع الكثير من البيض الفاسد فعليكم إحضاره إلى هنا. أؤكد لكم لن يلاحظ أحد بأنه فاسد. سوف نتكلم الآن بشكل منفصل عن المطبخ الياباني. صدقوني، سنقدم لكم أطباقاً بنكهات وروائح لاذعة جداً. يعد بركان أونسين خامداً الآن، ولكن في الماضي تسبب ثورانه بأكبر كارثة بركانية في تاريخ اليابان في القرن 18، حيث مات نحو 15,000 شخصاً حينها، وكان آخر ثوران له في أوائل التسعينيات وأودى بحياة البعض. لذلك لا تنخدعوا بهذا الهدوء يا رفاق. إذا أردتم معرفة المزيد عن البراكين والخطر الذي تشكله، شاهدوا حلقتنا عن كاماتشاتكا، ستعرفون الكثير. يخشى اليابانيون بشدة ثوران بركان أونسين مرة أخرى، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى حدوث تسونامي قوي. بشكل عام هناك اعتقاد سائد بأنه مرة كل 100 عام تحدث موجة تسونامي قوية جداً في اليابان، لذا ينتظرونها بحذر شديد. هناك ثلاثة صعوبات قد تواجهنا بشكل يومي في اليابان. الأولى ضعف شبكة الإنترنت. بالطبع التغطية جيدة هنا بطبيعة الحال، وسرعة الإنترنت مناسبة لتطبيقات الماسنجر ولتحميل الصور، ولكن في بعض الأحيان يتوقف الإنترنت بشكل مفاجئ. حتى مواقع الموسيقى قد تتوقف عن العمل حتى لو لم تستهلك كمية كبيرة. والشيء الأكثر إثارة للدهشة هو أن الإنترنت هنا مكلف جداً. دفعت حوالي 80 دولاراً للحصول على شريحة سياحية لمدة شهر واحد. الثانية هي عدم وجود مناشف أو مجففات لليدين في الكثير من المراحيض العامة. نعم، من الجيد بالطبع وجود عدد كبير من المراحيض العامة، هي في كل مكان حرفياً، لذا نجد العديد من اليابانيين يحملون مناشفهم الخاصة معهم. والثالثة هي أن وسائل النقل العامة فائقة التطور وحديثة لدرجة أنها أصبحت صعبة الفهم ومعقدة. أتفهم أنني مجرد زائر، ولو كنت أعيش هنا كنت سأعتاد على نظام النقل، ولكن في بعض الأحيان قد تعجز عن فهم كيفية عملها وكيف ستتمكن من الانتقال من مكان إلى آخر. وهناك المقاطع الهيروغليفية
أعلم أن أحدكم سيكتب لي الآن. تعلم اللغة اليابانية وسيكون كل شيء على ما يرام. هذا صحيح، ولكن يا رفاق، في معظم البلدان التي تستخدم الحروف الأبجدية يمكنك على الأقل القراءة وفهم كيفية الوصول ومن أي محطة تغادر. أما هنا فأنت لا تستطيع القراءة ولا يمكنك فهم أي شيء. حسناً، انظروا، هنا جدول مواعيد الحافلات، خذوا وقتكم واقرأوا. هل فهمتم شيئاً منه؟ انظروا، يتوجب عليك في كل مرة استخدام هاتفك لترجمة ما كتب هناك من اللغة اليابانية إلى لغتك بواسطة بعض التطبيقات. سأقوم بتجربة جديدة، سأقف هنا عند المحطة وعلي أن أركب الحافلة وأصل إلى مكان حددته مسبقاً. انظروا، هذه الحافلات تصل إلى هنا كل دقيقة وتذهب إلى أماكن مختلفة. كتب عليها العنوان باللغة اليابانية. كيف لي أن أعرف؟ المعذرة، سيدي، هل تصلون إلى هنا؟ إلى هنا؟ لا، ليست هذه. تجري وتصعد مسرعاً، تعطيه العنوان وتسأله هل يصل إلى هناك؟ ثم تركض بسرعة إلى الحافة التالية. يأتون بوتيرة سريعة لا تتجاوز بضع ثواني، ولا نستفيد من الجدول الزمني، كما أنهم لا يستخدمون الأرقام العربية التي تعتمدها جميع البلدان في ترقيم الحافلات. وإذا صعدت بالخطأ إلى إحدى الحافلات قد تجد نفسك في أماكن مجهولة. ليست هذه أيضاً، يا للهول. عذراً، هل تتحدث الإنجليزية؟ نعم. علي الوصول إلى هنا. إنها بعيدة، أليس كذلك؟ قرر اثنان من السكان المحليين مساعدتي. حسناً، الشاب يتحدث الإنجليزية، ولكنهم لا يستطيعون معرفة الموعد المفترض لوصول حافلتي بالاعتماد على الجدول الزمني. يجب أن أركض مرة أخرى وأظهر تلك المقاطع الهيروغليفية. هل تصلون إلى هنا؟ هنا. أوه، هذه حقيبتي. حسناً سيدي، لا بأس، سأحملها. لا، ستتأخر؟ نعم. وكيف سأعرفها؟ أخبرني كيف سأعرفها؟ كيف سيعرفها؟ لكن الشاب لم يعرف كيف يشرح لي الأمر، لأنه معقد للغاية. وفي خرائط جوجل كل شيء مكتوب باليابانية، وعلى الحافلات أيضاً. وإذا حاولت مقارنتها، أقصد مقارنة المقاطع الهيروغليفية التي على الهاتف مع المقاطع المكتوبة على الحافلة، فلن تنجح، صدقوني. هذه؟ حسناً، شكراً. وأخيراً أنقذوني حقاً. يبدو أنني على وشك ركوب الحافلة الصحيحة. حسناً، أما الآن علي الذهاب والتأكد. عذراً، هل تصل إلى هنا؟ أخبرني. أجل؟ نعم، وجدت الحافلة التي ستقلني. سأبحث عن مقعد. حسناً، كانت تجربة غريبة جداً. هذا ما ينتظرك في كل مرة تذهب فيها إلى مكان ما داخل المدينة أو حتى خارجها. حسناً، من المستحيل أن تعرف الحافلة بنفسك. لا يوجد مفتش في الحافلة، كل شيء هنا مبني على الثقة. يوجد جهاز للدفع، إن لم تدفع لن يتم تغريمك، ولكن الجميع يدفعون. سيارات الأجرة في اليابان مكلفة جداً، ولكنها مدهشة للغاية. انظروا إلى أغطية المقاعد، هذه الأغطية المخرمة تذكرني بطفولتي. كانت جدتي تضع وشاحاً مماثلاً من الدانتيل على التلفاز. انظروا، إنها موجودة على المقاعد الأمامية أيضاً، رغم أن الركاب لا يجلسون في المقعد الأمامي. وفي سيارات الأجرة اليابانية لا تحاولوا فتح الأبواب بأنفسكم، فإنها أوتوماتيكية، تفتح وتغلق من عند السائق. أي أن معظم سائقي سيارات الأجرة في اليابان هم أشخاص مسنون، والعمل في سيارة الأجرة بالنسبة لهم هو مصدر دخل إضافي. أعلم أنكم لم تتخيلوا رؤية اليابان بهذا الشكل. في الحقيقة أنا أيضاً أشعر وكأنني لست في اليابان. قمامة في الشوارع، مشردون في الحدائق، أحدهم يدخن أثناء سيره، وهو أمر غريب جداً.
على الرغم من أننا هنا في مركز طوكيو ولا نبعد عن سكاي تريا، برج طوكيو الشهير، إلا بضع كيلومترات. هذه هي منطقة ثانية، المكان الذي لا يمكن إطلاقاً أن يأخذك إليه اليابانيون، فالعديد منهم لم يسمع حتى بوجوده، وذلك لأن السلطات المحلية تحاول أن تمحو هذه المنطقة من تاريخ المدينة. سكان المنطقة هم البوراكومين، وهي الطبقة الدنيا من المجتمع الياباني كالمنبوذين الهنود، وما زال هؤلاء البوراكومين يعيشون هنا إلى اليوم. هذا مقال كتب عام 2015 يقول فيه البوراكومين إن اليابانيين يرسلون لهم رسائل تهديد لأنهم يعدونهم مخلوقات أقل قدراً وقيمة من اليابانيين أنفسهم. البوراكومين هم طبقة الجزارين اللحامين، أي الأشخاص الذين يقومون بتقطيع لحم البقر حتى يتمكن اليابانيون من الاستمتاع بشريحة واجيو. ولكن في البوذية والشنتوية تعد هذه المهنة مدنسة، لذلك نجد أن العديد من اليابانيين يفضلون عدم التواصل مع البوراكومين أو مصادقتهم أو مصاهرتهم والزواج منهم حتى. وفي نفس المقال يقول أحد البوراكومين أنه عندما علم أقارب زوجته بمهنته وقد كان مجرد جزار بسيط توقفوا عن سكب الجعة له، أي بمعنى آخر قاموا بمقاطعته. وفي السبعينيات قامت الشركات الكبرى في اليابان بفحص أسماء المتقدمين للعمل لديهم بواسطة قائمة كانت تدعى القائمة الكاملة لأسماء وعناوين البوراكومين. تم بيع هذه القائمة المكتوبة بخط اليد والمكونة من 330 صفحة بشكل غير رسمي، وتم إرسالها بالبريد، ووصل سعرها إلى 50,000 ين. الأشخاص المدرجون في هذه القائمة وأقاربهم وحتى جيرانهم لا يتم توظيفهم في أي مكان. أسوأ مصير قد تواجهه هو أن تسجل في منطقة ثانية، حيث نجد أن السلطات قررت محو اسم المنطقة من تاريخ المدينة إلى الأبد. تمت إزالتها من الأدلة السياحية والكتب المرجعية والخرائط، وقسمت المنطقة إلى عدة مناطق صغيرة وأطلقوا عليها أسماء مختلفة، لكن السكان المحليين ظلوا يسمونها بأسمائها القديمة. غادر جميع الشباب منطقة ثانية فتحولت إلى جيتو لكبار السن. ولكن بطبيعة الحال تبدو منطقة ثانية في طوكيو أكثر ثراءً من أحياء كبار السن الفقيرة في بقية المدن اليابانية، ورغم ذلك تشعر هنا بشيء غريب جداً، فأنت تمشي في منطقة جميع سكانها هم من العجائز وكبار السن، ومعظم السكان لا يملكون منزلاً، ولكن في الوقت نفسه لا يبدون كالمشردين، وبمعنى آخر هؤلاء أناس متحضرون، أي من الواضح أنهم يحاولون العناية بأنفسهم قدر المستطاع رغم أنهم لا يملكون منزلاً أو يعيشون في خيمة. لا أدري، حسناً، إنه شعور لا يوصف، شعور بالضياع. تشعر أنك لا تنتمي إلى اليابان، تشعر أنك منفي، أي أنه شعور غريب جداً، غريب، نعم. معظم المنازل في هذه المنطقة هي فنادق رجال الأعمال، قد تحدثنا عنها بالتفصيل في الحلقة السابقة عن اليابان. فنادق رجال الأعمال تلك لا تمت لرجال الأعمال بصلة، هي في الحقيقة ليست إلا ملاجئ رخيصة لكبار السن. وهنا فندق لرجال الأعمال، ولكن هذه المرة في طوكيو بسعر 2,200 ين، أي نحو 18 دولاراً لليلة. وهذا السعر يعد رخيصاً جداً بالنسبة إلى طوكيو، لكن الغرفة بصراحة صغيرة جداً. سأريكم إياها من الداخل. في مثل هذه الأماكن يمكن للمتقاعدين أن يغتسلوا ويتدفأوا، وباستطاعتهم أن يمكثوا بضعة أيام حتى يتوفر معهم المال، وعند نفاذه يعودون للشارع. إنهم يعيشون في الحدائق داخل هذه الخيام. لاحظوا مدى نظافة المكان هنا، هناك بعض الأطباق وجميعها نظيفة. يلعبون الشيوغي وهو الشطرنج الياباني. انظروا كيف وضعت الأحذية بهذا الشكل المرتب داخل إحدى الخيام. الملابس معلقة، يوجد صندوق للمعدات أيضاً، ومكنسة معلقة بالخارج للتنظيف. جئت إلى ثانية مع ديمتري شاموف، إنه يعيش هنا منذ فترة طويلة وينتج فيديوهات عن الحياة فيها.
يعرف هذا المكان بأنه المكان الذي يقصده الناس للهروب أو التخفي بمعنى آخر. من أراد ترك أسرته مثلاً يأتي إلى هنا ويختفي. يوجد مصطلح في اليابان هو جوهاتسو، يعني الأشخاص المختفين. يأتون إلى هنا على وجه التحديد لأن الإيجارات هنا هي الأرخص والأسعار متدنية، وتوجد العديد من المطاعم التي تستهدف هذه الشريحة من الناس، حيث يمكنهم تناول الطعام مقابل قروش. أخبرني، لماذا يرغب البعض بالاختفاء؟ لا يوجد سبب محدد، فلكل سببه الخاص. هناك من سئم من العمل ولم يعد باستطاعته تحمل مدرائه فيقررون الرحيل والابتعاد، وهناك آخرون سئموا من زوجاتهم وأطفالهم وأرادوا بدء حياة جديدة. نعم، هناك من لا يرغب في تحمل المسؤولية. وذلك ينطبق على أشخاص لديهم عائلات أيضاً؟ أجل، معظم هؤلاء الناس. معظم الأشخاص الذين يختفون ويهربون من المجتمع هم أشخاص لديهم عائلات؟ نعم، منهم من يعود إلى عائلته بعد أسبوع أو يمضون وقتاً أطول قليلاً هنا، ولكن في معظم الأحيان هؤلاء الذين يعودون يختفون مرة أخرى ولا يعودون مطلقاً. هناك شركات متخصصة في البحث عن هؤلاء مقابل مبالغ طائلة، وهناك من يساعدهم على الاختفاء، يعني أشخاص من داخل هذه الشركات. إنها كما تعلم تجارة رابحة. تعد جوهاتسو ظاهرة يابانية غامضة. نذكر أنه في عام 2016، ووفقاً للبيانات الحكومية ومنظمة الصحة، أعلنت 90% من شركات البلاد عن اختفاء موظفيها، وقالت التقارير إن 100,000 شخص يختفون سنوياً. 100,000 في السنة؟ نعم، لكنها مجرد إحصائيات على الإنترنت، لا نعرف مدى صحتها. ربما تشمل أشخاص قد كانوا مثلا بالفعل. ربما اختفوا بالفعل، وربما هربوا ليومين أو ثلاثة ثم عادوا. يشبه ذلك هروب المراهقين من المنزل لكن لفترة أطول. وهؤلاء ليسوا مراهقين بل هم كبار في السن، صحيح؟ نعم صحيح، قد تختلف أعمارهم. قد يكون هؤلاء الذين نراهم الآن هم أناس هربوا بالفعل، فعندما يتحدث اليابانيون عن المختفين يقصدون هذه المنطقة بالذات لأن معظمهم يعيش هنا. إنهم يتواجدون في هذه الأمكنة. إن الهروب من المجتمع هو أمر شائع جداً عند الجيل الياباني المعاصر. هذه هي جزيرة هاشيما، تقع قبالة ساحل ناكازاكي. تم استخراج الفحم في هذه الجزيرة لعقود طويلة من منتصف القرن التاسع عشر حتى عام 1974، بعد ذلك أغلق المنجم بشكل نهائي وظلت الجزيرة فارغة لثلاثين عاماً تقريباً. تم افتتاحها مؤخراً لاستقبال السياح، وفي عام 2009 اعترفت بها اليونسكو كأحد مواقع التراث الثقافي العالمي. والجدير بالذكر أن هذا الاعتراف ترافق بفضيحة مدوية، فقد نددت كل من الصين وكوريا هذا القرار، وذلك لأنه على هذه الجزيرة عمل السجناء الصينيون والكوريون في ظروف رهيبة. من هذا المكان تبدو الجزيرة وكأنها سفينة ضخمة مهجورة، تبدو كسجن مظلم وذو نوافذ مكسورة. انظروا إليها، إنها مهجورة كأنها خرجت من إحدى أفلام الأنمي المخيفة، أو ربما قلعة بويارد تقع قرب ناكازاكي. في السنوات الأخيرة أصبحت الجزيرة موقعاً لتصوير الأفلام السينمائية، وقد كان أشهرها أحد أجزاء فيلم جيمس بوند. منتصف الحرب العالمية الثانية عاش أكثر من 5,000 شخص في هذه الجزيرة الصغيرة التي تبلغ مساحتها ما يزيد قليلاً عن 6 هكتارات، مما جعلها واحدة من أكثر الأماكن كثافة. حسناً، سأخبركم كيف حدث هذا. معظم الأشخاص الذين عاشوا هنا كانوا في ذلك الوقت يا رفاق من الأسرى الصينيين والكوريين، اقتادهم اليابانيون بالقوة إلى هنا وأرغموهم على العمل. الاسم الرسمي للجزيرة هو هاشيما، وتقع على بعد 15 كيلومتراً قبالة ساحل ناكازاكي. يطلق عليها الجميع اسم جزيرة السفينة الحربية، وهناك فيلم كوري بعنوان جزيرة السفينة الحربية يروي حياة العمال والسجناء في هذه الجزيرة، حيث تم اقتياد الكوريين والصينيين إلى هنا بالقوة وتم إغراؤهم بعروض عمل، وبعد ذلك قاموا باحتجازهم فيها.
وفي عام 2009 قررت اليونسكو الاعتراف بهذه الجزيرة كموقع للتراث الثقافي العالمي، ولكن كوريا والصين أعربتا عن احتجاجهما حينها، فهي ليست موقعاً تراثياً بل موقع لجريمة حرب. وبعد مفاوضات طويلة وعد اليابانيون بأنهم سيذكرون الجانب الأسود من تاريخ هذه الجزيرة في كل مكان، ولكن في نفس اليوم الذي اعترفت فيه اليونسكو بهذه الجزيرة المهجورة كموقع للتراث الثقافي، قال وزير الخارجية الياباني آنذاك إنهم أساءوا فهمه وأن اليابان لم تتعهد بأي التزامات على الإطلاق، وقالوا إنهم لا يديننا لأحد بأي شيء ولا علاقة لليابان بكل ما يحدث. الأدلة السياحية التي يتم توزيعها هنا في الجزيرة وفي بقية الأماكن لا تذكر شيئا عن هذا الجانب، رغم أنهم ملزمون بالاتفاق، ولكنهم يحاولون أن ينسوا هذا الأمر. بأي قسم يتحدث عن جرائم الحرب؟ عن الكوريين، الكوريين، الكوريين والصينيين الذين عملوا هنا؟ لم يعملوا هنا، هذه مدرسة، إنها مدرسة. ليست المدرسة، أتكلم عن الكوريين وجرائم الحرب والعمالة القسرية. إن جرائم الحرب التي قامت بها اليابان خلال الحرب العالمية الثانية هي قصة أخرى تماماً. مثلاً في اليابان كان هناك ما يسمى الوحدة 731، والتي قامت بتجارب على البشر لا يمكن تصورها. لا أستطيع أن أخبركم كم كان الأمر فظيعاً جداً، لقد أجروا تجارب على الرجال والنساء والأطفال وأيضاً النساء الحوامل. نعم، لقد قاموا بالعديد من التجارب عليهم. ولكن عندما انتهت الحرب لم يخضع قادة الوحدة 731 لأي عقوبة، بل على العكس تماماً. بذلك الوقت حصل زعيم هذه الفرقة إيشيشيرو على حصانة خاصة من الأمريكيين، وعاش حياة طبيعية في طوكيو حتى مماته. عمل إيشيشيرو في الأنشطة العلمية البيولوجية، وكان قد لقب بالدكتور مينيغلي الياباني، ولكن مينيغلي الحقيقي اختبأ لبقية حياته في أمريكا ومات هاربا، بينما عاش إيشيشيرو بهدوء في ظل الحصانة الأمريكية. هذه صورة نادرة لإيشيشيرو أو الدكتور مينيغلي في اجتماع للمحاربين القدامى للوحدة 731. تم التقاط هذه الصورة في أواخر الخمسينيات حين كان شيرو يعاني من السرطان. تم تعميد إيشي قبل وفاته واتخذ لنفسه اسما مسيحيا هو يوسف، وما زال حتى يومنا هذا يعد أحد أعظم الأطباء في اليابان. ويضاف إلى ذلك أيضا أن قيادة الوحدة 731 جنت أموالا طائلة من الأبحاث التي أجرتها، ووفقا للوثائق التي صدرت بالفعل في العقد الأول من القرن 21، فأن القيادة الأمريكية لم تمنح عفوا لجميع أعضاء الوحدة، بل دفعت لهم المال أيضا مقابل المعرفة التي اكتسبوها خلال التجارب الوحشية التي أجروها على البشر. استثمرت القيادة السابقة للوحدة هذه الأموال في الأعمال التجارية، فأسسوا شركة جرين كروس عام 1950، والتي أصبحت من أكبر الشركات المصنعة للأدوية في اليابان. اتضح أن جرائم الحرب إذا ما تم تجاهلها يمكنها أن تحقق دخلا لا بأس فيه بعد الحرب، تماما كالجزيرة التي تقام عليها جولات سياحية على اعتبار أنها كانت في الماضي موقعا صناعيا مثيرا للاهتمام. يا رفاق، هذه ظاهرة يابانية بحتة، ظاهرة المنازل المهجورة والتي يمكن العثور عليها أحيانا وسط المدن الكبيرة نسبيا. هذه سينداي، تلقب بعاصمة شمال اليابان، وهذا منزل في وسط سينداي. توجد في سينداي مباني تجارية ومكاتب وبعض المباني الشاهقة. ربما غادر أصحاب هذا المنزل، وعلى الأرجح قد غادروا منذ سنوات عديدة. والمثير للاهتمام أنه في اليابان لا أحد يدخل تلك المنازل على الإطلاق، ولا أحد يستولي عليها بحجة أنها مهجورة، لم يقترب منها أحد أبدا. فالملكية الشخصية في اليابان هي أمر مقدس، وأيضا توجد بعض السيارات التي ركنت هنا منذ سنوات عديدة وبعضها منذ عقود، وبالطبع لم تتم سرقتها ويمكن لها أن تظل لسنوات عديدة. المثير أن أسعار الشقق الصغيرة في طوكيو
قد تصل إلى مئات الآلاف بل إلى ملايين الدولارات، ومع ذلك نجد المزيد من تلك المنازل المهجورة يطلق عليهم آيكيا. ووفقاً للإحصاءات الرسمية هناك 8.5 مليون منزل من هذا النوع في البلاد، قد تصل أعدادها إلى 11 مليوناً. تقول السلطات اليابانية أنه في السنوات العشر المقبلة ثلث المنازل في اليابان ستصبح مهجورة بسبب انخفاض عدد السكان. سندخل إلى هذا البيت الياباني المهجور يا رفاق. تحمي القوانين اليابانية الملكية الخاصة بشكل كبير، فبدون وجود ورثة لا يمكن التصرف بأي شيء في المنزل. مؤخراً سمح البرلمان الياباني بهدم المباني المهجورة القديمة لأنها قد تشكل خطراً وتهدد سلامة الآخرين. من الواضح أن هذا المطبخ، انظروا إلى هذا المصباح، إنه عتيق، إنه تحفة تاريخية. وهذه الأبواب والقواطع في الزاوية، يوجد سخان مياه حديث، حوض الماء يبدو جيداً أيضاً، أي أن هذا المنزل تم التخلي عنه منذ فترة قريبة، وبعض الملصقات المعلقة ربما يمكننا معرفة التاريخ منها. لا، لا توجد تواريخ يا رفاق. نحن في وسط عاصمة الشمال، مدينة سينداي، يعيش هنا الملايين، أسعار العقارات هنا باهظة. تلك العقارات الباهظة تجدونها هنا. نعم يا إلهي، ما هذا؟ أوه حسناً حسناً حسناً، المنزل ينهار تحت أقدامنا. تخيلوا كيف تغير كل شيء هنا خلال 20 عاماً فقط، في الوقت الذي وصلت أسعار الشقق في ناطحات السحاب في اليابان. البيت ينهار يا إلهي، قد يفوق سعر البيت هنا أسعار البيوت في أمريكا. آمل بأن أتمكن من النهوض، والآن يتخلون عنها. نعم، يتخلون عن هذه البيوت، يتخلون عنها هكذا بكل بساطة، لا أحد يعيش فيها. الأرضية مليئة بالحفر، ستنهار في أي لحظة. كيف لعقارات بمليارات الدولارات أن تتحول إلى مكان مهجور؟ مؤخراً قالت مساعدة رئيس الوزراء الياباني ماساكو موري أنه إذا استمرت الأمور على هذا النحو ولم تتوقف فأن اليابان ستختفي. أثار هذا الإعلان ضجة كبيرة، وذلك لأن عدد سكان الجزر اليابانية يستمر في التناقص بسرعة كبيرة بالفعل. يا إلهي، المنزل على وشك الانهيار، علي الخروج من هنا. حسناً يا رفاق، إن رغبتم بامتلاك منزل في اليابان، منزل جميل كهذا وتاريخي ومهجور أيضاً، وإذا كنتم لا تخافون من الأشباح فتعالوا إلى هنا، عيشوا هنا في هذا المنزل. إنه أمر غريب حقا، لماذا يتخلى البعض عن مثل هذا المنزل الكبير؟ لماذا لا يبيعونه؟ لأنه لا يتلائم مع الحياة هنا. هنا في الشتاء تهب الرياح من كل جانب، وفي الصيف ترتفع الحرارة، المنازل القديمة لم تعد صالحة للعيش. يا إلهي، أنت في اليابان، أسعار العقارات هنا باهظة. يفضلون الرحيل ونسيان المنزل بدلا من إصلاحه أو استخدامه لأغراض أخرى غير السكن مثلا. وكما ترى هنا، هذا مثال آخر للمنازل المهجورة في المناطق السكنية الراقية أيضاً. لماذا لا يتم الاستيلاء على هذه المنازل من قبل البعض؟ في أوروبا مثلاً، منزل كهذا يقع في وسط المدينة ومهجور، سيقومون بالاستيلاء عليه. لماذا لا يسكن أحد فيه؟ لنقل مثلاً تم تحويله إلى سكن جامعي، أراد بعض الطلاب السكن فيه مجاناً، ما المشكلة؟ تخيل ما الذي ستفعله السلطات المحلية بهم. فالقوانين اليابانية تحمي الممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى ذلك اليابانيون أنفسهم لا يقبلون، فطريقة تربيتهم لا تسمح بذلك. لقد نشأوا على ثقافة أنك لا يمكنك فعل هذا. جاء صديقي إلى اليابان لزيارتي وقال لي، انظر، هنا يمكنك سرقة أي شيء، ولكنهم لا يفعلون ذلك. فقلت له، لا، لا وجود لمثل تلك المفاهيم. فقدت محفظتي في أحد الأيام، ذهبت إلى الشرطة في اليوم التالي ولم يكن لدي أمل في استعادتها. قلت لهم، فقدت محفظتي. قالوا لي، حسناً، كيف تبدو محفظتك؟ حدد لنا أوصافها.
واتصلوا بي مرة في المساء وقالوا لي: ألكسندر سان، تم العثور على محفظة مشابهة لمحفظتك، من فضلك تعال إلى المنطقة الفلانية. وذكروا لي اسم المنطقة، فذهبت إلى هناك وسلموني المحفظة، وعلى الفور بدأت بعد النقود فيها. تخيل، لم تنقص ينا واحدا. لم يسرق أي شيء. بالتأكيد بالتأكيد، لذلك أقول لك إنهم نزيهون. هناك إحصائيات تفيد بأن اليابانيين في العام الماضي قاموا بجمع مبلغ كبير وصل إلى 4 مليارات ين وأحضروه إلى الشرطة. تخيل، البعض يستغرب هذا. لماذا أحضروه إلى الشرطة؟ لقد عثروا على الكثير من المحافظ حينها وأضاعوا وقتهم في تسليمها لتعود لأصحابها. تتداول نشرات الأخبار بشكل دائم قصصاً عن عثور اليابانيين على مبالغ كبيرة وتسليمها للشرطة. وهنا لدينا قصة جديدة، عثر عدد من عمال النظافة على 8 ملايين ين في حاوية لنفايات، أي 57,000 دولار، وسلموها إلى السلطات. قد يبدو الأمر هكذا، لماذا لا يأخذون جزءاً من تلك الأموال؟ فقد أضاعوا وقتهم في تسليمها، وهذا يبدو منطقياً. ولكن هنا لا تجري الأمور بهذا الشكل، إنهم يحرصون على تسليمها لأصحابها. ما زلت أشعر بالدهشة منهم حتى الآن. أجل، يعتقد البعض أن اليابانيين يفعلون ذلك طمعاً بالمكافأة، فإن لم يعثر على صاحب المال بعد فترة يمكن لمن وجده أن يحتفظ به لنفسه. لكن اليابانيين يعثرون على عشرات الآلاف بل مئات الآلاف يومياً من تذاكر المترو والتراخيص وأوراق التأمين والهواتف، ويجلبونها إلى مراكز الشرطة ولا يأخذون شيئاً. أنا وصديقي ساشا الذي يدرس الآن العلوم الاجتماعية في اليابان نسير في سينداي، العاصمة الشمالية للبلاد التي أسسها دارث فيدر. سينداي تأسست على يد بطل حرب من الساموراي يدعى داري ماساموني، إنه بطل المدينة الأسطوري الخارق. أخبرني أحد الأساتذة في الجامعة التي أدرس بها، لو أنه ولد قبل 10 سنوات لكان هو من وحد اليابان، ولأصبحت سينداي العاصمة. أصبح هذا الساموراي معروفاً للعالم أجمع بفضل فيلم لوكاس حرب النجوم، حيث صمم المخرج بطله دارث فيدر على هيئة ماساموني. وحده ماساموني كان يرتدي هذه الخوذة أم يرتديها الجميع؟ ليس الساموراي الجميع، كانت تنسب له فقط وتتميز بهذا الهلال. حتى إن كلمة داتي باللغة اليابانية تعني صاحب المظهر الأنيق، والعصري كلمة داتي تعني صاحب المظهر الأنيق. مثلاً داتي ميشاني، ميشاني تعني النظارات، وهي نظارات بدون عدسات، بمعنى أنك ترتديها فقط لتبدو أنيقاً، وهذا تكريماً لداتي ماساموني. حسناً، من حيث الشخصية فإن داتي ماساموني هو بالطبع شخصية بارزة، كانت الديانات المسيحية محظورة، لذلك جاءوا إلى هنا. أدرك أنه من الضروري أن نكون أصدقاء للأوروبيين، فهذا هو مفتاح النجاح والتقدم أيضاً. أرسل أول بعثة إلى الخارج، ليسوا قادة عشيرة توكوغاوا، وحده هو من كان زعيم الشمال. أطلقوا عليه اسم التنين ذو العين الواحدة لأنه فقدها. هل كان بعين واحدة كالقراصنة؟ نعم، واحدة. نعم، التنين ذو العين الواحدة من الشمال قام بإرسال أول بعثة استكشافية. فيلم حرب النجوم كان مستوحاً إلى حد كبير من الثقافة اليابانية، فمثلاً السيوف الليزرية كانت مستوحاة من سيوف كاتانا. شخصية جيداي كانت من الساموراي، وكان لديهم بوشيدو خاص بهم وهو ميثاق الشرف، ولكن لم يكن هذا في العالم الواقعي. هو ميثاق الساموراي الأسطوري، كتاب الأسرار المخفية في الأوراق من تأليف هوغاكوري، والذي تمت كتابته في الوقت الذي غادر فيه الساموراي المشهد في اليابان. أهمية الكتاب تكمن في إظهار حقيقة الساموراي وأي نوع من الناس كانوا، وما هي الأساطير التي رويت عنهم. يبدو لي أن الواقع كان مختلفاً، لأن الساموراي كانوا أناساً عاديين، يمكن لهم أن يهربوا من ساحة المعركة، يخافون ويغدرون ويطعنون في الظهر، أي أن الصفات البشرية لم تكن غريبة عنهم. ولكن بعد ذلك جعلهم التاريخ فرساناً لا يعرفون الخوف ولا يقهرون، وبالتأكيد كان لديهم الميل إلى الكماليات، وكانت لديهم سمات تميزهم عن باقي الطبقات العسكرية. ولكنني في الحقيقة أعتقد أن هذه سمة مميزة لليابانيين جميعاً، وليست حكراً على الساموراي فقط. وكذلك الرغبة في حفظ ماء الوجه بأي ثمن لم تكن ميزة للساموراي وحدهم، بل لجميع اليابانيين.
بالنسبة إلى جميع اليابانيين، تعد مسألة الكرامة والسمعة وآراء الآخرين عنهم شيئاً هاماً في حياتهم إن لم يكن الأهم. منذ حوالي أسبوعين فقط، انتشر خبر فاضح عن مالك أحد فنادق ريوكان، وهو فندق على الينابيع الساخنة، وأحدث ضجة كبيرة، فقد تبين أن مياه الينابيع الحارة في أحواض السباحة لديهم يتم تغييرها مرة واحدة في الشهر، أي كانت مياه الأحواض قذرة، وبما أن الفندق تأسس منذ زمن طويل تحول الخبر إلى فضيحة، وهذا الأمر دفع مالك الفندق إلى الانتحار. أتقول بأنه انتحر لأن مياه أحواض السباحة قذرة؟ نعم، انتشر هذا الخبر في جميع أنحاء اليابان. لقد قال ذلك ببساطة؟ نعم. يا له من عار، كيف سمحت لهذا بالحدوث ثم قام بالانتحار؟ لقد كانت فضيحة كبيرة جداً، انتشرت في كل البلاد، وهذا الفندق قديم ومشهور، فأثر الخبر على نفسية صاحب الفندق. لهذا أجل، بصراحة أنا أعتقد أنه قد انتحر لأنه لم يغير الماء في حوض السباحة. هذا فظيع حقاً، لا أصدق. في الستينيات أو السبعينيات من القرن الماضي جرت منافسة في هذا المكان حول كيفية جعل سينداي أكثر شعبية وجعلها المدينة الأكثر جذباً للسياح. توصل بعض المبدعين المحليين إلى فكرة مفادها أنهم إذا وضعوا كوكيشي، وهي دمية تشبه الماتريوشكا، في الحديقة فسيكون ذلك مفيداً. لا أعرف إذا كان ذلك مفيداً أم لا، لكنها بقيت هنا. حسناً، بصراحة بالنسبة إلي لا تبدو كدمية ماتروشكا. كيف تبدو برأيكم؟ مثل الماتروشكا أم أنها تشبه شيئاً آخر؟ حسناً، فكروا في الأمر واكتبوا لي ما الذي تشبهه هذه الدمية. لا تنسوا. في الواقع توجد قصة عن الكوكيشي. يقولون إن الماتريوشكا الروسية مستوحاة من الكوكيشي اليابانية، ربما لا تشبه كثيراً دمية الماتريوشكا، ولكن الكوكيشي أصل الماتريوشكا. تسمى سينداي موري نوميكاو، أي عاصمة الغابات. على اليسار توجد الحديقة النباتية لجامعة توهوكو، إنها في الحقيقة غابة برية. نعم، مجرد غابة برية ضخمة، يمكنك رؤية الدببة والخنازير والغزلان والعديد من الكائنات الأخرى. توجد خنازير برية ودببة وغزلان هنا في المدينة؟ هذا صحيح يا أستاذ، قال أستاذي في الجامعة العام الماضي إن سينداي هي المكان الوحيد في اليابان الذي تستطيع فيه رؤية الدببة على مسافة قريبة من محطة شينكانسن. بمعنى آخر، يمكنك المشي من المحطة إلى هنا لترى الدببة، لن ترى هذا في مكان آخر. شوهد خنزير بري يجري عبر الطريق، كان قريباً من هذه المنطقة. تم اكتشاف نوع من ماذا تدعى؟ هل يمكننا قول براز؟ يمكنك قول فضلات. حسناً، لقد تم العثور على فضلات دب هناك، ربما كان مستلقياً على إحدى التلال، لذلك كن حذراً منه. وأنتم ماذا ستفعلون؟ ستختبئون في الحرم الجامعي؟ هل يستطيع أحد تمييز براز الدب عن براز إنسان التهمه الدب؟ لا أعتقد، تخرج فقط عندما لا يكون هناك بشر، أعني من النادر جداً مقابلتها في وضح النهار، ولكن هناك آثار تشير لوجودها بمكان قريب. مكتوب هنا عش نحل، انظر، يجب عليك أن تكون حذراً كي لا تقوم بلسعك. هل هو نوع خطير من النحل؟ لماذا يحذرون منها؟ لافتة هنا وهناك أيضاً ملصق تحذيري. لأن اللسعة مميتة. هنا في اليابان تسجل العديد من الوفيات في السنة بسبب لسعة النحل، هل تصدق هذا؟ من لسعة النحل؟ نعم نعم، إنها خطيرة. هل هو نوع فريد من النحل؟ هناك أنواع مختلفة جداً من النحل، أنا لا أتذكر بالتحديد ما هو، ربما سوزومي باتشي، هذا النحل كبير الحجم، ففي أحد الأيام طارت بجواري عندما كنت أسير مع صديق، قال لي احذر احذر احذر، لقد كان خائفاً جداً، ثم قال هل تعلم ما الشيء الخطير الذي مر فوقك للتو؟ لسعة واحدة تكفي. حسناً، أسخف طريقة للموت هو أن تموت من لسعة نحلة، أنا لا أمزح. أجل. صحيح؟ هذه أزيائي التنكرية، هذا زيو جيو توميوكا من فيلم قاتل الشياطين، وأيضاً أحب هذا
هذا هو بطل فيلم قلعة هاول المتحركة زياو ميازاكي. نحن في ضيافة مصممة الأزياء التنكرية الشهيرة هيكاري جرين، اسمها في الحياة الواقعية أتسوكو ساكاي، تعمل في شركة استثمار كبيرة وتكتب مقالات عن الأصول التجارية في مجلة فوريس. هذه صورتها في بدلة العمل، أما في العالم الافتراضي فهي بطلة حكايات ميازاكي الخيالية. هذه بحار القمر. بحار القمر، هل تعرفها؟ بالطبع، كان لها شهرة واسعة في روسيا. أجل، يسرني سماع ذلك. نعم، يحظى مهرجان التنكر بشعبية واسعة في اليابان. هناك أحياء بأسرها كأكهيبارا وكابوكيتشو في طوكيو، يأتي إليها الناس وهم يرتدون ملابس شخصيات الأنمي المفضلة. هل هذه الأزياء باهظة الثمن؟ كم ثمنها؟ أنا لا أعرف حقاً، لكن لدي صديق يصنع هذه الأزياء، فأنا قلت لك إنني أعمل في إدارة الأصول المالية، لذلك وقتي ضيق جداً، فأنا منذ 10 سنوات كنت أصنع كل شيء بنفسي، ولكن الآن لا وقت لدي، لذلك طلبت من صديقي أن يصممها ويقوم بخياطتها، وكانت هذه هي النتيجة. يستغرق التنكر أحياناً عدة ساعات، لا يرتدي مصمم الأزياء التنكرية الكوسبلاي الزي والشعر المستعار حسب، بل يغير لون العينين. انظروا إلى كمية العدسات التي تمتلكها، جميعها بألوان مختلفة. نستخدم هذا لرفع الخدين للأعلى. تعلم أن شخصيات الأنمي لها وجوه رفيعة وحادة أيضاً، سأجعل وجهي مثلها. إذا وضعنا شريطاً لاصقاً هنا، سنجعل الوجه يبدو حاداً ونحيلاً أيضاً، ومن هنا يمكننا توسيع العينين أيضاً. نستخدم كمية من الشريط اللاصق، نلصق هنا لرفع زوايا العينين، وهنا أيضاً، هنا فوق العينين. الآن سأضع قليلاً منه حتى لا يلتصق لفترة طويلة. هذا جيد جداً بالنسبة لي، هكذا تبدو أفضل. هكذا انتهيت. حسناً، يتم إخفاء الأشرطة اللاصقة بالشعر المستعار، ولهذا السبب غالباً ما يكون للكوسبلاي شعر طويل. هذه تشكيلة واسعة من الشعر المستعار الكوسبلاي، وهناك أيضاً يوجد المزيد. بدأ كل شيء منذ أكثر من 20 عاماً، كنت ما أزال طفلة. كنت أذهب إلى المدرسة وأتعرض للتنمر، لأنني كنت حينها أعاني من مشكلة في الكلام وفي النطق أيضاً. كنت سأجري عملية كنت أحتاج إليها جداً. كان الطلاب يسخرون مني ويطلقون علي ألقاباً مختلفة بسبب مرضي. كانوا أطفالاً لا يستطيعون فهم تلك الأشياء. كانوا يقولون لي كل يوم: لا تقتربي منا، ابتعدي عنا. ففقدت بعضاً من ثقتي بنفسي، لكنني بالتأكيد تغيرت الآن. وفي أحد الأيام ذهبت إلى عرض الكوسبلاي. كنت صغيرة ولم يكن الزي الخاص بي جميلاً. كان هناك مصممو أزياء ذوي خبرة، جاءوا إلي وقالوا: أنت لطيفة جداً، هل يمكننا التقاط صورة معك؟ في تلك اللحظة غمرتني السعادة، لقد كانوا جميلين، كانت ملابسهم مذهلة، كنت أحسدهم. جاءوا إلي وقالوا إنني لطيفة، تفاجأت حينها وغير ذلك من حياتي. الأعراف اليابانية تجبر الأشخاص على التوقف عن ارتداء الأزياء التنكرية بمجرد الذهاب إلى العمل عند إجراء مقابلات العمل، ونلاحظ أن الطلاب اليابانيين يصبحون متشابهين بشكل كبير، نفس تسريحة الشعر، والفتيات يخرجن بمكياج بسيط، حتى أن اليابانيين لديهم ما يسمى ببدلة المقابلة، تلبس في مقابلات العمل وتكون من نفس نوع الملابس التي يرتديها الجميع أثناء العمل. حسناً، في بنك الاستثمار الذي تعملين فيه، هل يعلم زملاؤك ما تقومين به؟ في الحقيقة خلال السنوات 5 إلى 10 الأولى أبقيت ذلك سراً، لأنني أعمل في شركة كبيرة. لا يحب اليابانيون الأزياء التنكرية كما تعلم. لا يحبونها. قبل 10 سنوات كانت العروض التنكرية تعد وسيلة
لترفيه الأطفال ولغير المتعلمين، هواية غريبة للشباب غير المتعلمين، فمن سيمارس هواية مثل هذا؟ بالتأكيد من يريد الهروب من الواقع، هذا ما اعتقده اليابانيون، هذا نوع من اعتقاداتهم. يمكن للأزياء البراقة والمكياج المبالغ فيه وحتى لون الشعر أن يتسبب في طردك من العمل. هناك مقولة مشهورة في اليابان: إذا برز المسمار فلا بد من طرقه، بمعنى آخر يجب ألا تبرز نفسك بهذه الطريقة. اتصل بي صحفي من أهم صحيفة في اليابان وقام بمدحي وقال إنني متميزة وأنه دائماً ما تتم دعوتي إلى البلدان الأخرى وأني لست مجرد هاوية. في ذلك الوقت كنت مواظبة على حضور مهرجانات الكوسبلاي. من ناحية أخرى أنا أنتمي إلى النخبة المالية، فقد عملت في بنك استثمار الأصول المالية، وبعد ذلك قال أنه يريد أن يكتب مقالاً عني وعن سيرتي الذاتية، وهذا ما حدث فعلاً. حظيت المقالة بشعبية كبيرة لا أعرف كيف أشرح لك عنها. في ذلك اليوم انتشر الخبر في اليابان، قرأ الجميع عني، وبالطبع علم زملائي وسألني مديري: هل هذه حقاً أنت؟ هل هذا المقال عنك بالفعل؟ ماذا قال بعد أن علم أن هذه أنت؟ قولي. مديري شخص محافظ للغاية لأنه يعمل في المجال المالي منذ سنوات عديدة، ومن ناحية أخرى زملائي في العمل وأصدقائي في الجامعة قالوا إن هذا الأمر رائع للغاية. أجل، الآن أنا أعمل في مكان آخر في شركة لتداول الأصول المالية، ليس في البنك، والجميع هناك يعرفونني لأنني أظهر بشكل دائم على وسائل الإعلام وعلى شاشة التلفاز وفي المجلات أيضاً، أي في جميع وسائل التواصل. في السنوات الأخيرة تغير المزاج العام تجاه الملابس غير التقليدية في اليابان، وفي عام 2017 سمح العديد من أصحاب العمل والشركات لموظفيهم بارتداء سروال الجينز، كان خبراً عظيماً هز البلاد بأسرها. عادة لا يسمح بارتداء مثل هذه الملابس في الحدائق الكبيرة، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، نحتاج إلى إذن للقيام بذلك، ولكن الحدائق لا تمنح الإذن بالتصوير. أعجبت بعينيك الزرقاوين. شكراً، ولكنها عدسات. هناك العديد من الأبجديات هنا. نعم. هل هو أمر اعتيادي أن يكون هناك عدة أبجديات؟ أجل بالتأكيد، تتكون اليابانية من ثلاث أبجديات: هيروغانا وكاتاكانا وكانجي. تستخدم الكاتاكانا للكلمات الأجنبية مثل هوتيرو، بيكون وما شابه. كانجي هي أحرف صينية، ولكن في الجملة على سبيل المثال هنا توجد كاتاكانا وهيروغانا وكانجي. هل تعد هذه الأبجديات أجنبية؟ نعم، هنا يابانية وهنا يابانية، وهذه كاتاكانا. أجل، هذه هيروغانا. كاتاكانا هنا في البداية والهيروغليفية هي الكانجي. إذن يجب تعلم ثلاثة أبجديات. في الحقيقة الهيروغانا والكاتاكانا لهما نفس المقاطع الصوتية، لكنها تكتب بشكل مختلف. عموماً خريجو المعاهد الذين لم يدرسوا في الجامعات لا يعرفون جميع المقاطع الصوتية للكانجي. مدرسي يعرف الكثير من مقاطع الكانجي، أما أمينة السر فلا تعرف إلا القليل من المقاطع. عندما ذهبنا إلى البنك قالت لي: لا أستطيع قراءة هذه. أتقصدين أن اليابانيين قد لا يستطيعون قراءة نص ياباني؟ كانجي هي مقاطع هيروغليفية لا يستطيعون قراءتها، وليس الجميع. استمارة بنكية ليس كذلك؟ اليابانيون أنفسهم لا يستطيعون قراءتها. لقد كانت استمارة أعطيت لنا خصيصاً لنملأها وما إلى ذلك، لا أتذكر بالضبط لماذا، ولكن عندما أعطيتها الاستمارة قالت لي: لا أستطيع قراءة الكانجي. قلت لها: حسناً. الكانجي أبجدية قديمة ونادراً ما تستخدم، إنها تستخدم فقط في الوثائق الرسمية، لذلك لا
تحتاجها في حياتك اليومية. جاءت آيزان وعلياء إلى اليابان لدراسة الإشعاع. هذا البلد يرحب بشكل كبير بالطلاب والعلماء الشباب ويمنحهم التأشيرات الدراسية بكل سهولة. علاوة على ذلك يتمتع الطلاب الأجانب بمزايا أكثر. بجميع أنحاء اليابان يمكن للطلاب الأجانب الذهاب إلى المتاحف التاريخية مجاناً، ويمكنهم الذهاب إلى جبل أناسا. يكفي أن تقول أنك ريو كاكوسي، أي طالب أجنبي، وهذا سيحل. هل هي مجانية أيضاً للطلاب اليابانيين؟ على الأرجح، لست متأكدة. أجل، تسعى اليابان إلى التعريف بتاريخها، لذلك يوفرون لنا هذه الامتيازات. السعر هو 310 يناً للطلاب المحليين. نعم، ولكم بالمجان. من الجيد أن تكون أجنبياً في اليابان. أجل. جئنا إلى النصب التذكاري لتوماس جلوفر، وهو تاجر سكوتلندي الأصل، وقد كان له دور كبير في النهضة الصناعية لليابان، تاجر في الأسلحة الأوروبية في البلاد، ثم توسعت تجارته لتشمل قطاعات أخرى. هل أبدو كالسيد جلوفر؟ بسرعة، أخبروني في التعليقات. أخبروني، ما رأيكم في اليابان؟ رائعة، بلد تستطيع التأقلم فيه بسرعة، لأن كل شيء فيه مريح، كل شيء تم تصميمه لضمان راحتك. أما اليابانيون، في الحقيقة لم أجد شيئا سلبيا في تعاملهم معي. حتى لو لم يحبوك يبتسمون لك دائما ويحيونك. نعم، سيبتسمون فقط، بالإضافة إلى أنك تستطيع التجول ليلاً أو نهاراً وفي أي وقت، وأيضاً أماكن الراحة، أقصد دورات المياه والمراحيض، إنها رائعة. أجل، المراحيض اليابانية في كل مكان، هذا رائع. أجل. وأفضل شيء وجدته في دورات المياه هو وجود أماكن مخصصة لتغيير ملابس الأطفال، وأماكن أيضاً لتستريح فيها الأم عند إرضاع طفلها، وهي منتشرة في كل مكان، حتى في الأسواق التجارية والمولات. أجل، لقد رأيت هذا بأم عيني. هنا في مراحيض النساء توجد أيضاً ميبولا. هذا صحيح. فإذا كنت مع صبي، مع ابنك مثلاً، أجل، يمكنك الذهاب هناك دون أن تشعري بالحرج، أليس كذلك؟ أجل، بالطبع. نعم، بالفعل. كان لدي صديقة من فنلندا وأخرى من فرنسا، كانتا تقولان العيش في اليابان هو أفضل شيء حدث لهما، فهنا أصبح بإمكانهما ارتداء الملابس التي يرغبون بها، يتبرجون بالطريقة التي يريدونها، حيث يرغب بعض الشبان في طلاء أظافرهم، يقومون بذلك هنا، فلن يسألهم أحد عن شيء، لا أحد يهتم، حتى لو تجولت بملابس السباحة سيقولون حسنا. إنهم يحترمون جميع الناس، يعاملونك كإنسان، لا يهمهم من أنت، يتعاملون مع الجميع بالطريقة نفسها، سواء كان فقيرا أو غنيا، لا يوجد هذا النوع من التمييز، حتى مظهرك لا يهمهم على الإطلاق. كنا قد وصلنا للتو ولا نعرف المدينة أبداً، ولم نعرف الطريق إلى الجامعة، فاقتربنا من امرأة وكتبنا على المترجم: لم نعثر على الجامعة، هل ساعدتنا؟ قالت: تعالى معي. تركت كل أعمالها وذهبت معنا. قطعنا مسافة 7 دقائق تقريباً سيراً على الأقدام. رافقتنا إلى مدخل الجامعة، لم تكن تفهم لغتنا، ومع ذلك ساعدتنا. وعندما شكرناها وذهبنا، كان هذا أول انطباع لدينا، شعرنا بصدمة. هؤلاء الشبان الذين درسوا في الخارج لمدة عام أو عامين على الأقل، هم بالنسبة لي طبيعيون، يستعرضون أنفسهم، يتحدثون الإنجليزية، ويريدون تحسين ظروف حياتهم بطريقة أو بأخرى. أما بالنسبة إلى الشبان اليابانيين فهم غريبون. ما الذي تقصدينه؟ إنهم خجولون. أجل، إنهم خجولون جداً. نحن من كازاخستان، والفتية عندنا جريئون، يقتربون منك ويطلبون موعداً للقاء. أما هنا ينظر إليك الشاب الياباني ويرى أنك تنظر إليه فيزيح بصره. أجل، يراسلك على الفيسبوك. هذا صحيح، وبعدها يراسلك على الإنترنت. أصدقائي، هل أعجبتكم اليابان اليوم بغرائبها وعجائبها؟
هل ترغبون في العيش على جزيرة يابانية صغيرة ومهجورة؟ اكتبوا لي في التعليقات وسأجيب عليكم جميعاً، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.